سويت لهم مهرجانات، قعدت يعني تحط اعلانات بالجامعات، لان عندنا هم عندنا مواهب بالجامعات، ومو بس الشباب، يعني في ناس بس تدعم شباب او بس تدعم بنات، فانت دعمت الصوبين وعلاقتك حلوه مع الصوبين وما قاعد قصرون. حتى الاحتياجات الخاصه بعد. ايه احتياجات خاصه. بس انا في شغله، يعني عفوا استاذي، في شغله بقولها حق الناس اللي قلبهم مو على الشباب او شباب الوطن، اللي مثلا تشتغل مع فلان انا امتنع، او انا مثلا جاي من مكان فلاني وعندي المبالغ الفلانيه ما يعني ما بساعدك، ليش؟ لان انت مع فلان او انت مو من الجهه الاعلاميه اللي انا فيها. فالواسطات والمحسوبيات والسوالف هذه ما حد قاعد يضرب فيها ترى الا الشباب الكويتيين. استاذ حسين عاشور يعني يعطيك الف الف عافيه على اللي قاعد تسويه، نفس ما قالت اسرار انت رشيت علينا شويه ماي مثل ما يقولون وحتى الشباب الكويتيين. بس السؤال اللي بقول لك اياه، هل للدرجة هذه ان احنا بالكويت ما صار عندنا دعم للشباب كلش اللي خلاكم مجهودات خاصه من عندكم تسوون هذه الشغله؟ لا، ما يعني ما انا بنوصل الموضوع لهالمرحله، بالعكس في دعم. يعني اذا يعني مثلا خلينا نتكلم اول شيء عن كره القدم، لما صار شويه صراع كره القدم، وكان راح الصراع هذا راح يروح ضحيه اللاعب الكويتي، خصوصا احنا مقبلين على تصفيه كاس العالم او اللاعب الاولمبي او اللاعبين النش كاس 16 و18 سنه و12 سنه. اميرنا ووالدنا وقائدنا وتاج راسنا على طول طلع بمبادره ولا رد على اي شخص، وتبرع مليونين من جيبه الخاص لدعم المنتخب. صح. وكسر الحاجز اللي على الكل، والحمد لله رب العالمين. هل يعني وصل رساله للي يفكر مثلا يضر الشباب الكويتي، انه لا ترى انا واعي للكل، والحمد لله مو السياسه اللي تغطي على الرياضه، مو سياسه صدق. يعني الله يطول بعمر الشيخ صباح الاحمد وولي عهد الامين وسمو رئيس مجلس وزراء، والله يطول باعمارهم، ودعمهم واضح. لكن نتكلم على القطاع الخاص، القطاع الخاص يعني قلت لك انا مرات انا يكسرون خاطري والله صراحه. القطاع الخاص؟ اي يكسر خاطري. ليش؟ لانه شو اقول لك يعني غريبه. لا مو غريبه، طماع. اي اوكي. طماع يعني تشفق عليهم. اي يعني، والطمع يعني، ومثلا التفكير بالش اسمه، التفكير شلون الشخص الثاني يفكر، يعني هذا يعني واحد لازم يعطف على الانسان اللي يفكر اوه هذا سوى كذي خليني اسوي كذي، او يفكر بطريقه يعني مو حلوه. يعني الله يعين على نفسه. اي الامام علي قال عنده يعني سلام الله عليه، قال مره لولا التقى لكنت ادهى العرب. يعني شوف لو انا مو تقي وهذا كان انا شفتوني املك اساطير الدنيا. بالضبط. فيعني القلب مشكله، في القلب الابيض في البذره السوداء، مرات واحد وياك ويعيش وياك يضحك، لكن بذرتها من داخل مو نظيفه. ف يعني من الجيلين، يعني من القطاع، يعني حتى من الجانب اللاعبات، الغيره، اللاعبين. فالحمد لله والانسان الواثق من نفسه. بس المفروض يتحول حق تنافس شريف، وانه منو اللي يعني. اي فالحمد لله اللي واثق من نفسه قاعد يمشي ثابت الخطى على قولتهم. زين استاذ حسين، شو اسمه؟ احنا في موضوع انا دائما يعني انا ونواف وميمي كلنا نتكلم فيه. موضوع اللي احنا نبي مثلا ان الحكومه تدعم اللاعبين على طريقه احتراف، شلون يصير عندك انت المحترفين بالخارج، نفس الانديه الاوروبيه، نفس السعوديه، خلينا نقول فرضا السعوديه وقطر والامارات، الحين قام يصير اللاعب مثلا القطري او الامارات هذا لاعب محترف. يعني انت هوايتك انت مثلا ما تكون ضابط، اي صح، وتجي تطلع تفرغ رياضي يمكن ما يعطونك، صح. عشان احنا نبي اللاعب انه صدق هو مهنته لاعب، ليش هذه ما تتطبق عشان يصير انت عندك صدق نوع من الاحتراف؟ ليش ما تقفون بالموضوع هذا؟ يعني احنا اعتقد الحين في نقابه الرياضيين، وانا كلموني عنها على اساس الانضمام حقها، يعني النقابه انه تشمل جميع الرياضيين. مشكله القانون الرياضي، القانون ترى نافذ، لكن لما ما يطبقونه الشركات او القطاع الحكومي مو قاعد يحاسب المسؤول اللي قاعد يرفض. يعني القوانين موجوده بس ما فيها تطبيق وما في عقاب. ما في عقاب للمدير. يعني انا مثلا طلعت مره بطوله العربيه كمدير لعبه كره اليد، كان عندي ناس بالبترول ما رضوا يطلعونهم عندي بالشرطه، يعني كان عندي شويه مشاكل. يعني لما انا مثلا تي وما تطلع لي سين من اللاعبين وما تتعاقب، يقول خلاص ما حد صوبي فامشي. انا يعني سويتها ولا ما سويتها ما حد يدري. يعني الحمد لله، يعني اعتقد الهيئه العامه للشباب الرياضه على مر السنوات الحين اللي طافت، وعلى مر من
قاعد يديرها، يعني ما راح نتكلم عن شخص معين، من قاعد يدير ويكمل ادارته الاداره السابقه. اعتقد قاعد خلاص قام يحس بشعور ان اللاعب واللاعبه يبون اهتمام اكثر ويبون يخلي الصراع بعد مشاكل اللاعبين. استاذ حسين انا برجع معك على المهرجان. زين سمعت ان في نقل مو بس بالكويت، مو حصري بس حق تلفزيون الشاهد او الكويت، ان في دول ثانيه راح تنقلها نفس ما قلت السنه الطيطه. اي نعم، في قناه دبي وقناه ابو ظبي والقناه السعوديه سبورت، هذول كلهم انقلوه العام واتصلوا فيني. عندي اتصلوا علي اخوان في دوله الامارات راح يطبقون الفكره هالسنه في الامارات، واتصلوا علي اخوان في المملكه العربيه السعوديه وهم راح تطبق في السعوديه. لا تنسون ان هذا المهرجان اول مهرجان يصير في الوطن العربي، انه يشمل اول مهرجان يكون بالكويت. اي وبالكويت، وحصري كان بالكويت، ويعني على اساس يكون فكره البرنامج حصري ومسجل في وزاره التجاره باسمي. يعني باسمي على اساس ان انت لا تنسى في اتحادات قامت تروح تاخذ على كيفها. بالضبط، ماكو حقوق في مثلا عندنا مثلا اتحاد مثلا خلى لاعب يفوز وعنده مثلا بطاقه او عنده مثلا كرت احمر واللعبة استثنائيه، لكن تفادوا هالشيء وصار تنسيق بيننا وبينهم والحمد لله اتفقنا على الاسماء هذه. زين عندي سؤال، ليش ما تحاولون مثلا انتوا كمهرجان افضل لاعب، ليش ما تحاولون تحطون ايدكم بايد هيئه الشباب والرياضه ويصير يعني باسم الشباب والرياضه مثلا، او انه يعني اثنينكم تكونون مع بعض حق الرياضيين نفسهم؟ ليش مثلا يعني انتوا بروح وهيئه شباب والرياضه؟ لا 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 مو بروح، يعني انت لو تشوفين بالرسبونسر هالسنه اعتقد العام هيئه العام الشباب والرياضه موجودين. قلت لك ايام من التسابق وخلاص قام ينسون شويه هموم مشاكلهم يعني ما حاولوا هم يتبنون الموضوع؟ يعني والله يعني قعدتي يعني مع العام مع الاخ عصام جعفر الله يذكره بالخير، وبعدين هالسنه مع فيصل الجزاف، يعني في تقارب وجهات النظر انه ودعم للشباب الرياضي. الشيخ طلال الفهد كنائب يعني يولي اهتمام كبير في هالموضوع وناداني كم مره وياخذ الافكار ويسمع يعني يسمع مني، وحتى مرات اذا يشوفني مثلا في نقص من هالموضوع مو قاعد يقصر ابو مشعل في هالناحيه. والاتحاد الكويتي مثل باقي الاتحادات كان متعاونين جدا، يعني هالسنه وكيل وزاره الاعلام الشيخ سلمان يعني رياضي محنك هد لعبه يعني رئيس اتحاد الرمايه وصار وكيل الوزاره. صارت لي مشكله بلعبه الرمايه تاخروا علي بالاسماء، رفعت عليه السماعه وقلت له يا شيخ ترى الموضوع كذي كذي، تاخروا علي بالاسماء وبعلن اسماء اللاعبين، وعنده اشكال نائب الرئيس او امين السر على اساس اللاعبين قاعد يقولون مثلا لا ليش هاللاعب ومو هال، فهو قال لي اليوم يوصلوا لك الاسامي مع انشغاله بوزارته ومع انشغاله باموره، وكان لكن في اهتمام، لكن على طول قال وصدق فرع نفسه بنفس اليوم وياب لك الاسامي بنفس اليوم. اتصلوا علي الاتحاد وقالوا لي لنا امر من الشيخ سلمان صدق يعني محاتين يعني وهو كان يحاتي واستغرب ان الاسامي متاخره، وعلى طول الحمد لله يعني جابوا لي الاسماء بنفس اليوم. لان هذا الشيء اللي مخليكم يعني ناجحين، يعني لان كلكم بايد واحده، ما الحمد لله هذا قاعد يعطيني انا حافظ يعني انا وكيل الوزاره والشيخ سلمان على مشاغله ويرفع يرفع عليه ويقول لي ها وصلوا لك الاسماء. لا انا اوجه له تحيه على طاري الحافز. الحين استاذ حسين تكلمنا معاك ايش كثر احنا كشباب هني مو رياضيين مستانسين باهتمامك للشباب الرياضي هني بالكويت. انا ابو رياضي بس يقول هو مو رياضي. لا 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 العب رياضه، العب رياضه بس مو الرياضه الرياضه يعني مو كره قدم. كره قدم كره سله وهالسوالف اي، بس ان الرياضه يعني مثلا المشي الجري هذه كلها موجوده يعني. نعم يقول انت رياضي اعشق هالسوالف. لا احنا كانه مو رياضيين مسجلين من ضمن اللاعبين الكويتيين، قصدي ان الشباب. نعم الحين احنا سمعنا راي الناس على المهرجان نفسه، سمعنا اهتمامك بالشباب شلون صاير الشباب الرياضي. الحين اللي ابي اعرفه شنو رده فعل اللاعبين الكويتيين سواء بنات او شباب صوب هالمهرجان، وشنو اللي انت قاعد تحس هم مستفيدين منه؟ يعني هل في مثلا انت الحين تحفزت؟ نعم. وهم قاعدين يتحفزون مثلا من تاريخ 1/1 السنه يبتدون يشدون حيلهم، لاحظ في شده حيل منهم بحيث انه يوصلون حق هالمهرجان وياخذون فيه، ولا مو هامهم الموضوع؟ لا لا بالعكس، يعني انت لا تنسى ان قلت لك في لعبات كانت يعني محطمه اعلاميا. اوكي قلت لك انا في لاعب اول قبل سنتين اذا اذكر اسمه
اقول لك خذ منحه دراسيه في جامعه اريزونا. قلت لنا الملاكم. اي الملاكم. لا الحافز موجود، التنافس موجود، حتى مرات تجي لي اتصالات من لاعبين مباشره. هذا اللي ابي صح حسين ترى اقول له يبقى الموضوع مو بايدي، صدقني الموضوع يطلع من الاتحاد، انا ادير العمليه كمدير المهرجان، لكن انا ما اقدر افرض رايي على لعبه. يعني انا مره ولد اخوي اول تلعب ولد اخوي كان من المنافسين، لكن بعدين جت له فتره تصفى ويالي انا انت قلت ما لي شغل عمي وخالي بهالامور يعني الحمد لله رب العالمين. شيء نزيه شو مساكين ما صدقوا على الله يطلع شيء يهتم فيهم. اي فلا تنسى اللعب خصوصا اللعبات الفرديه، اللعبات الفرديه انا رحت على 23 لعبه، 23 لعبه فيها بين تنس ارضي، سلاح شيش، تنس طاوله، تنس طاوله، يعني جمباز، سباحه، بولينج، السباحة والرماية، حتى البولينج وياهم، والرياضة النسائية والمعاقين، معاقات، ملاكمة، كاراتيه، تيكواندو، هوكي. العام دشوا هالسنة معانا هوكي الجديد، كل لعبة رسمية مسجلة عطيتوها حق. اي الحمد لله رب العالمين، والتشجيع موجود يعني الحمد لله، كل ما اروح مكان يعطيك العافية قواك الله مشكور. صدق مرات يعني ماكو شيء كامل كمال الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نحاول نتلافى السلبيات يعني خصوصا مرات يجون المجاميع عبالهم المهرجان انا اديره بشكل قاطع. لا والله انا مجرد اشراف على الموضوع، لكن مرات يعني هالامور في شغلات تيلي استفيد منها واداركها قبل عن الاسامي. في لاعبين يعني كلهم مظلومين يعني من اتوقع النعرف. هذه النظره السلبيه حق المهرجان، لان شفنا وايد مهرجانات قاعد تطلع وقاعد يصير فيها الواسطه والمكتوبيه وان تكون مهرجانات غير نزيهه. فلما تطلع مثلا يطلع شيء نزيه يستغربون انه لا الكويت مو متعوده على كذي، متعوده على الواسطه. لا انا عشان كذي ما قاطع كلام، انا فصلت الموضوع. اول شيء كتب الاتحادات تيلي من رئيس الاتحاد وامين السر، ما تدققون بعدها؟ ندقق طبعا، ندقق بشكل واسع. ثانيا عمليه التصويت وعمليه ابداء الراي وعمليه الفواصل بين اللاعبين مشتركه، فصلتها مع جهه اعلاميه اللي هي قلت لك موقع الرساله وموقع اللاعب والاتصالات هم يديرونها مع شركات اتصالات ثلاثه زين والوطنيه فيفا، وهم مشكورين نشكرهم ثلاثتهم تنازلهم عن حصصهم للاعبين والمهرجان الخيري، واشكرهم يعني عبر قناه الشاهد وبرنامجكم قادرين يعني. وثانيا الموضوع خلاص يعني انا بس توصل يعني مثلا انت ترشين المسج الحين لو تدشين على موقع اللاعب بس تحطين مثلا اللاعبه يطلع اللاعب المركز الثاني شكرا على تصويتك ساهمي انه تصعد للمركز الاول. فالحمد لله رب العالمين هالموقع احنا متفادينه، انا مالي شغل فيه ولا صوبه ولا ادري عنه ولا ادري عن نتائجه. اللهم ان كل اسبوع يعطوني تفصيل ان مثلا نسبه التصويت عاليه والحمد لله في تنافس. لا تنسى احنا موسم الحج قبل اسبوع ومشاكل الصراعات الانتخابيه شويه اثرت اللي مشاكل ما تخل ان شاء الله تخلص يعني. الشباب الحمد لله قام يوعى شويه يعني قبل يطلعون يلا خلينا نطلع. الحمد لله اللي الحين شويه هالموضوع انكسر فحتى قاعد تشوف الشارع فاضي مرات، وشفت المنتخب امس شو الجمهور، وان شاء الله كوريا نغلبهم هناك ان شاء الله ان شاء الله. بس انا بغيت اسالك يعني تحت رعايه الشيخ احمد الفهد الموضوع كله. نعم. فنبي دور الشيخ احمد الفهد معاكم، شنو اللي سواه؟ شنو اللي اضافه؟ غير كاسم كشخصيه هي معروفه رياضيه يعني ما نقدر نتكلم عنها. شجع على الرياضه. يعني شوف انا بتكلم بهالموضوع مختصر مفيد، يعني شهيد فهد الاحمد رحمه الله عليه وابناء الشهيد فهد الاحمد. انا ما راح اتكلم عن هالموضوع الا دقيقه واحده. يعني الحين لو تقول حق اي واحد فهد الاحمد يقول لك انا والله كان يقعد وياي بالديوانيه، انا كنت العب وياه كره، انا كان يدق علي تليفون. خلاص يعني كل واحد قام يحاول يرتبط. انا ما لحقت على فهد الاحمد، اخواني يمكن لحقوا عليه. احمد الفهد واخوانه وعيال الشهيد ما يحتاج ان حسين عاشور او اي شخص ثاني يتكلم عنهم، كل واحد يفرض اسمه على الساحه سواء الشيخ احمد الفهد او. لكن دعم الشيخ احمد الفهد مو محدد، يكفي اسمه بس ما نقول بهالناحيه، ما نقول يكفي اسمه. انا اقول لك دعم الشيخ احمد الفهد وابناء الشهيد مو محدد، مو لوقت معين، مو لمصلحه انتخابيه. تشوفهم على مدار السنه يكرمون لاعبين لاعبات. انا ما اعتقد اسبوع يمر او اسبوعين او ثلاث الا تشوفون ابناء الشهيد. اساسا هم مهتمين بالرياضه الحمد لله رب العالمين. كذي سالتك شنو دوره؟ انا اعرف لا دوره معنوي قوي.
مادي قوي قاعد يسد النقص صراحة، يشوف شنو النواقص وما يتردد في أي شيء. وقلت لك يعني هم الرسبونسرات يعني مثل الشاهد الحين ساعدوني في وايد أشياء وغطوا علي أشياء كثيرة من ناحية اللاعبين من ناحية المهرجان. أنت لا تنسى مرات إحنا نروح للمستشفى أنا